السلام عليكم ورحمة الله زوف اللون. محمد خاوة ما كاش بزاف هذه هضرة، قليل اللي يعرفوا غير في جوه بابنا والناس هضر عليه بزاف. ممثل تاع الصح لعصابة الحرام، يعني الحرام والتحريمات متجسدين فيه، ولو كان مش يعني مشريات مع عرفش كيفاش يضرب الشيطة، ما عرفش كيفاش يزغد، كانوا ما زالوا برا، لأنه هذا هو المثال تاع التحريمات باش يكون عضو في عصابة ولاد الحرام، حتى وين كانوا من الأزلام، هذا كان من الأزلام. حرامي تاع الصح قليل يكون كيفو هكذا، بداها من الشهايد ديالو الجامعية في 2017 مرقولو، فقولو بلي دا ماجستير ديالو خرطي بلا ما قرا، هو ومنيا مسلم ما قرا وما والو، داو ماجستير ما يديرهمش في الحبس، ندير لهم والو، نحاولهم الموديول هذاك، الموديول حسب لهم الموديول، قلت له يا كاع شوف بدا ملي بدا هو الراجل كان يصادر تاع كوبياج وتاع كذا منا، ومن بعد ولا كاريمون ما يروحش يخلص باش ما يروحش ويدي ديبلوم تاعو. هذه هي الجزائر اللي ركعتها العصابه، ولات الناس دي ديبلوم ودار بزاف في الجامعات اللي يديو لي ديبلوم بلا ما يقرا بلا ما يقراو. هادي تسمى أنا. السيد كمل الجامعة في سنة 97، هو من مواليد 66، من 4 سنين بعد 5 سنين من 5 سنين من بعد يسيب روحو ديبوتي برلماني، يضرب الموندا الأول يضرب الموندا الثاني، وتعرف باش برلماني في تساير بشكارة بشكارة، يزيد الموندا الثالث، الموندا الثالث يسيب روحو وزير، وزير فاش مكلف بالعلاقات ما بين البرلمان والحكومة، يعني جامع ما بين السلطتين تاع العصابة، يجمع ما بين السلطتين، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، هو منسق بيناتهم. ألور السيد لما طلع ديبوتي 3 موندات وطلع وزير، كاش ما خمم في الدوار اللي نزاد فيه، كاش ما خمم في الشعب اللي فوت عليه، كاش ما والو. تروح شفت يا عين جاسر في باتنا كاش ما دار لها، كاش ما بنا فيها حوايج في خدمة الشعب، كاش ما دار مناصب شغل والو. السيد كان مدرسة داروها مقاولين، داروا يدخل معاهم فيها شريك وما عطالهمش كامل الدرام، عاود ديك الكبيرة الدرام ولا داها عليهم، داها عليهم بسوم رمزي، وعلاش؟ لأنه يهدد دابور يطمعهم، ومن بعد غادي يهدد ويدي لهم، ومن بعد هذيك يدي عليهم المدرسة هذيك، ومن بعد هذيك يديها لهم. يعني شوف داير العجب، تحريميت حبست عندو، تحريميت كانت تمشي كي لحقت عند محمد خاوة حبس قد ما كش ما خير منه، هذا هو تحريميت على الصح. ومن بعد بون اشكاو بها المقاولين وكذا منا، خلاص ما عادش وزير ما عادش ديبوتي، راح الحصانة راح كذا. جوان 2021 عندهاش مدة ما بقاتلوش حصانة، ما بقاتلو وزارة، ما بقالو والو، ما عرفش كيفاش يربط مع الأزلام تاع العصابة هادو، صاب روحو في الحراش، ونكشف الدوسي تاعو. صاحبي راجل دار إمبراطورية
فيلات بلا حساب، لي كونت بنكير بلا حساب، ولادو كل واحد ضرب فيها فيلا، كل واحد العجب العجاب، يعني الثروة اللي دايرها تحير تحير تحير، عمرو ما خدم في حياته. شوف الجزائر كيفاش، عمرو ما خدم في حياته، لأنه ديبوتي ما يخدمش في الجزائر، ديبوتي يروح يقعد ياكل يشرب يرقد، سمعت طوموبيل يدير مزايا، ومن بعد كي تجي العصابة الكبيرة يقدموا مشاريع قوانين يرفد يده يفوتي سي بون خلاص يروح يروح. ملي دا ديبلوم تاعو عمرو ما خدم، الديبلوم تاعو ديجا داه بالترافيك. شوف كيفاش واحد يعود داير ثروة عجب. راهو نورمالمون الثروة كي توزعها تعيش بها 20 عائلة ولا 30 عائلة. اليوم السيد راهو في الحراش يحاول يحرك انكور الدولاب، يحاول باش يرشي باش يسلك باش كدا. وعلاش استناو حتى ل 2021؟ كاين دي ديبيوتي نحاولهم الحصانة وهما مازالو لي قال نحي الحصانة، يكتب وزير العدل نحيو الحصانة ودخلو من الحراش، منهم محمد الجميعي، منهم محسن بن عباس، حبوا ينحوا الحصانة باش على جابلاش على حاجة تاع رياليتو. مات واحد خدام في لافيلا تاعو مات، حاب يدخل الحراش، وعلاش؟ على خاطرش يديرونجي فيها. شحال من واحد داروها ينحوا الحصانة، هذا لا محمد خوال لا ما نحولوش الحصانة حتى تحل المجلس هذا الوطني الشعبي وكذا، وباش ذاك الوقت داروه في لوبيتا. درك الشيء اللي حصاوه جدارمية وصابوه عنده كذا منا باش يعاود يرجع للدولة ويتوزع على الشعب، تو ما يتوزع ما غادي يدو في بعضهم، ولاد حرام في بعضهم، باش يتنحاولوا على الأقل يلزمك تستنى تستنى. هاولي كيفاش ولاد الحرام ينهبوا يسرقوا، هذا شوف يبتز يدير شونطاج للناس، يبروفوكي الناس، يسرق الناس، ينصب على الناس، يقولوا درك يبنيو فيلات مع يبنيو فيلات هكذا، راني معاكم ندخل معاكم شريك وكذا، ومن بعد يدور عليهم يقول لهم نجيب لكم من السلاطرة يشريو عليكم لي فيلا، ويدي ثلاث فيلات ليه. شي يعجب من الملف تاعو يعطيك صورة واضحة على كل أزلام العصابة. أما الشي فتح ما نحضروش، لو تشوف مثلا القصر اللي ساكنو نزار في الفال دو حيدرا، ودار لولادو كل واحد فيلا، الولاد والبنات كل واحد فيلا، هو القصر الكبير مان 2000 قطار، 2000 متر مربع، 2000 متر كاري، زوج قطارات، ومسميه صاحبو توفيق حيث بيناتهم. شوف كاش ولاد الحرام نهبوا البلاد وسرقوها، وهذا يا محمد خاوة أو كان عنده خيط مع نزار بيان سور ولد بلادو، نعم يلعبوا فيها الجهاوية والمحسوبية والمحبة، سي نورمال، سينو ما يقدرش يبقى هكذاك، لأنه أي مقاول يديها ماشي فوق يضرب تشيب عليه، عندي تشيب أمور سون بيتي. المهم تمناو له إقامة طويلة في الحراش، وربي يقدر خير بلادنا، وربي يبعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.